بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السابع والأخير. الوجه الأول يبدأ حالا. الفوائد والأخبار لابن دريد. في الهامش: الفوائد والأخبار لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، تحقيق إبراهيم صالح، طبعة 2، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1407 هجرية، ضمن عنوان عام: نوادر الرسائل، من صفعة 5 إلى 40. والفوائد والأخبار هي الرسالة الأولى، والتاليتان هما: الأمالي ليموت بن مزرع، وهواتف الجنان للخرائط. ويبدو أن الرسالة المعروضة هنا قطعة أو جزء من مؤلف كبير لابن دريد، وهي مثل غيرها فوائد من الأدب والشعر خاصة، وأخبار من التاريخ، وتجارب وحكم انتقينا منها ما لم نذكره في كتب مشابهة، وأضفنا إليه في الأخير 3 فقرات من أمالي يموت بن مزرع. والمؤلف سبق التعريف به، فهو من أئمة اللغة والأدب، وكانوا يقولون: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء، وهو صاحب كتب لغوية ونحوية عديدة. توفي سنة 321 هجرية. انتهى الهامش. الفوائد والأخبار. سأل أعرابي شيخا من بني مروان فقال له: أصابتنا سنون ولي بضع 10 بنتا. فقطع الشيخ عليه كلامه فقال: أما الشتاء فوددت أن الله عز وجل ضرب بينكم وبين السماء صفائح حديد، وجعل مسيلها إلى البحر فلا يقطر عندكم قطرة. وأما البنات فليت الله أضعفهن لك أضعافا، وجعلك بينهن أعمى مقطوع اليدين والرجلين، ليس لهن كاسب غيرك. فقال الأعرابي: والله ما أدري ما أقول لك، لكني أراك قبيح المنظر، سيء الخلق، وإخالك لئيم الأصل. ثم شتمه وانصرف عنه. مر المهدي على الجسر على برذون له والناس حوله وأعرابي واقف، فقال: عجبت لبحر يحمل البحر فوقه، على ظهر برذون حواليه فيلق. في الهامش: الفيلق الجيش. انتهى الهامش. ترى تحته بحرا تغشيه ظلمة، ومن فوقه بحر به الأرض تشرق. غشيت به أمواج دجلة غدوة، فكادت به أمواج دجلة تغرق. قال بعض الحكماء: ما شيء أحسن من عقل زانه علم، ومن علم زانه حلم، ومن حلم زانه صدق، ومن صدق زانه عمل، ومن عمل زانه رفق، ومن رفق زانه تقوى. قال الإمام الحسن البصري: أربع قواصم الظهر: إمام تطيعه ويضلك، وزوجة تأمنها وتخونك، وجار إن علم خيرا ستره، وإن علم شرا نشره، وفقر حاضر لا يجد صاحبه عنه متلوما. في الهامش: التلوم الانتظار والتمكث. انتهى الهامش. قال زياد بن أبيه: ما غلبني معاوية في السياسة إلا في أمر واحد، استعملت رجلا من بني تميم فكسر الخراج ولحق بمعاوية، فكتبت إلى معاوية: إن هذا أدب سوء، فابعث به إلي. فكتب إلي: لا يصلح أن نسوس الناس أنا وأنت سياسة واحدة، فإن إن اشتد نهلك الناس جميعا ونخرجهم إلى سوء أخلاقهم، وإن لنا جميعا أبطرهم ذلك، ولكن ألين وتشتد وتلين وأشتد، فإذا خاف خائف وجد بابا يدخله.
عن العتبي قال: سمعت أبي يقول: أسوأ ما في الكريم أن يكف عنك خيره، وخير ما في اللئيم أن يكف عنك شره. حدث رجل فقال: حججت مرة فبينا أنا أطوف إذا أعرابي يدعو فشغلني عن دعائي، فإذا هو يقول: اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع فقري إليه القديم وغناك عنه العظيم. اللهم إن عفوك عن ذنبي وصفحك عن جرمي وسترك على قبيح عملي عندما كان من خطأ وزللي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك. اللهم أذقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك ما صرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، بل مدلا عليك بما قصرت فيه إليك، فإن أبطأ عني ألححت بجهل عليك، ولعل إبطاءه عني خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي، لأنك تدعوني فأولي، وتتحبب إلي فأبغض إليك نفسي، وتقدم إلي فلا أقبل منك كأن لي الطول عليك، فلا يمنعك ذلك من الرحمة والإحسان إلي بجودك وكرمك، فارحمني بتفضلك وفضل إحسانك. قال: فخرجت من الطواف فالتمست صحيفة ودواة فكتبت الدعاء. حدث يموت بن المزرع أن امرأة من العرب كانت أمها فارسية، وكان بنو عمها كثيرا ما يعيبونها بأمها، فلما كثر ذلك عليها أنشأت تقول: من آل فارس أخوالي أساورة، هم الملوك وقومي سادة العرب، وجدتي تلبس الديباج ملحفة من الفرند، ولم تقعد على قتبي، ولم تكب على الأبراد تنسجها، معاذ ربي، ولم تشرب من العلب. فقيل لها: أوجعت قومك؟ فقالت: هم والله أشد إيجاعا، وما قصدت إلا دفع شرهم. وسمع خاله الجاحظ يقول: رأيت بالبصرة رجلا يروح ويغدو في حوائج الناس، فقلت له: قد أتعبت بذلك بدنك، وأخلقت ثيابك، وأعجفت برذونك، وقتلت غلامك، فما لك راحة ولا قرار، فلو اقتصدت بعض الاقتصاد. فقال: قد سمعت تغريد الأطيار في الأسحار في أعالي الأشجار، وسمعت محسنات القيان على الأوتار، فما طربت طربي لنغمة شاكر أوليته معروفا أو سعيت له في حاجة. وذكر عن أبي حاتم السجستاني قوله: كان رجل يحب الكلام ويختلف إلى حسين النجار، وكان ثقيلا متشادقا لا يدري ما يقول، فآذى حسين النجار ثم فطن له، فكان يعد له الجواب من جنس السؤال فينقطع ويسكت. فقال له يوما: ما تقول أسعدك الله في جد يلاشي التوهيمات في عنفوان القرب من درك المطالب؟ فقال له حسين: هذا من وجود فوت الكيفوفية على غير طريق الحسوبية، وبمثله يقع إلينا في المجانسة على غير تلاق ولا افتراق. فقال الرجل: هذا محتاج إلى فكر واستخراج. فقال حسين: افتكر، فإنا قد استرحنا. المقتطف من أزاهر الطرف لابن سعيد الأندلسي في الهامش. المقتطف من أزاهر الطرف لابن سعيد الأندلسي، تقديم وتحقيق ودراسة سيد حنفي حسنين، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1403 هجرية، 310 صفحة. مختارات من نصوص وتراجم ونماذج من الموشحات والأزجال وفنون الشعر الأخرى، واختار ترجماته ونماذج أدبائه وشعرائه من المتأخرين منهم.
وذكر في مقدمته أن ما جمعه من مواد كان يقرب من 20 سفرا، وكان عنوانها بواسم الخمائل ونواسم الأصائل، لكنه سمع نصيحة الملك الناصر صلاح الدين ابن الملك عبد العزيز الأيوبي الذي كان يحضر مجلسه ويؤنسه، حيث طلب منه أن ينتقي منه الحسن ويطرح ما فيه من تجريح وما إليه، فكان أن غربله أصدره في سفر هو هذا الكتاب الذي جعله في 12 خميلة، كل خميلة منها تقسم إلى 4 طبقات، وهذه الخمائل هي: الكلمات القصيرة، النثر المتوسط، النثر الممتع، الأبيات المفردة والمزدوجة والمثلثة والمربعة، الأبيات المخمسة والمسدسة والمسبعة والمثمنة، الأبيات المتسعة والمعشرة، المتسعة والمعشرة والإحدى عشرية والإثنى عشرية، والحكايات القصيرة، الحكايات المتوسطة وهي المخصوصة بأرباب المناصب، الحكايات الممتعة وهي الخصوص وهي المخصوصة بالزهاد والعلماء والأدباء وسائر أصناف الناس ما بين جد وهزل، الدوبيتات والمربعات والمخمسات، ملح كان وكان ومواليا المخصوص بأهل العراق، ملح الموشحات والأسجال. ومؤلفه علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد من ذرية عمار بن ياسر، مؤرخ أندلسي سبق التعريف به، ولد بقلعة يحصب قرب غرناطة، وقام برحلة طويلة زار فيها مصر والعراق والشام، وتوفي بتونس سنة 685 هجرية، وهو صاحب مؤلفات عديدة مشهورة مثل المشرق في حلي المغرب، والمغرب في حلي المغرب، والغصون اليانعة في محاسن شعراء 100 السابعة، وريحانة الأدب، ورايات المبرزين. انتهى الهامش. المقتطف من أزاهر الطرف. قال نوح عليه السلام: الصبر سجن المسرة. وقال داود عليه السلام: من بلغ 70 اشتكى من غير علة. وقال عبد الله بن الحسن: من أعظم الخطأ العجلة قبل الإمكان والأناة بعد الفرصة. وعن زيد بن زين العابدين قوله: المروءة إنصاف من دونك والسمو إلى من فوقك. من أقوال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: التقي ملجم. ويقول المطيع لله: طول العمر في الملك فوق كل لذة. ويقول المقتفي: المبغض المجاهر عندي خير من المحب المداهن. وللقائم بأمر الله: كنت لا أحفل بشكوى الغريب لأني لا أتوقع ذلك، حتى بليت بالغربة فصرت لا أرحم إلا الغريب. وللراشد: أحق الناس بالذم الملوك، لأنهم أقدر الناس على اكتساب المكارم واجتناب الرذائل. ويقول أمير مكة المكرمة أبو فليتة من ولد عبد الله بن الحسن بن المثنى: إني وجدت الرقاب 3: رقبة ملكتها بالمنن، ورقبة ملكتها بالصفع، ورقبة لم تنفع فيها إلا السيف. قال أبو مسلم الخراساني: كان أقوى الأسباب في خروج الدولة بني أمية عنهم كونهم أبعدوا أولياءهم ثقة بهم، وأدنوا أعداءهم تألفا لهم، فلم يصر العدو بالدنو صديقا، وصار الصديق بالبعد عدوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره، فإنه يشكرك عليه من لم تصطنعه إليه، وإني والله ما رأيت أحدا أسعفته في حاجة إلا أضاء ما بيني وبينه،
ولا رأيت أحدا رددته عن حاجة إلا أظلم ما بيني وبينه. وقال سبكتكين صاحب غزنة: أنا أبني أمري على ستة: تجنب الكسل، وكتمان السر، وجمع المال من وجهه وبذله في حقه، ورفع الوضيع الذي لا يعرف بعد الله أحدا غيري، وبث الجواسيس في تعرف أوليائي وأعدائي. قيل لنوح عليه السلام: لقد بالغت في الدعاء على قومك. فقال: على قدر ابتلائي بهم. قال عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما: استخلف غيري. قال: ما حبوناك بها، وإنما حبوناها بك. اشتدت الإراقة بمروان الجعدي آخر الخلفاء الأمويين، فنزل، وكان ذلك سببا لانهزام العسكر، فقال: ضيعنا الدولة ببولة. عامل أحد أقارب المعتز بما أوجب الاعتذار، فقال: أما علمت أن أول الغضب جنون وآخره ندم؟ قيل لصالح الحسني الجوال: كم تجول؟ قال: حتى يدركني طالبي أو أدرك مطلوبي. قال البربر لسلمان الحسني المغرب: من يشهد لك بنسبك؟ فقال: إن لم يأتي من يعرفني فأخلاقي تشهد لي. عوتب محمد الجواد في الجود فقال: إني سميت بهذا الاسم وأستحي أن أكون مكذبا له. قال ابن تميم لشاعرهم الجاهلي سلامة بن جندل: مجدنا بشعرك. فقال: افعلوا حتى أقول. رأت بغدادية رجلا قد اشترى نعلا جديدا وتصدق بالبالية، فقالت: المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة. كان لنوح عليه السلام بيت من قصب، فقيل له: يا نبي الله، لو اتخذت بيتا كما يتخذ الناس. فقال: هذا كثير لمن يموت. نزل فارس فعدا بين يدي المأمون فأشار بيده: أن حسبك. فقال له بعض من يقرب منه: اركب. فقال المأمون: لا يقال لمثل هذا اركب، إنما يقال له انصرف. أعطى عامل كبير مالا جليلا على أن يلقب بمهذب الدولة، فوقع الناصر على الورقة: يؤخذ ماله ويصفع قذاله وتبقى على الفتح ذاله. في الهامش: القذال مؤخر الرأس. انتهى الهامش. قيل لأبي سفيان: بما ست قومك؟ فقال: إني لم أخاصم أحدا قط إلا عند الضرورة، فإن كان لابد من خصامة تركت للصلح موضعا. قيل لآدم عليه السلام لما أخرج من الجنة: ما هذا الشره؟ بعت الجنة بشجرة. فقال: من اغتر بعدو وقبل إشارة امرأة واتبع هوى فلا يعدم أن يقع في مثل ما وقعت فيه. خاض جلساء عبد الملك بن مروان في مقتل عثمان رضي الله عنه، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، في أي سن كنت يومئذ؟ فقال: دون المحتلم. قال: فما بلغ من حزنك عليه؟ قال: شغلني الغضب له عن الحزن عليه. وجرى حديث مقتل عثمان والجمل وصفين وما كان في تلك الفتن المظلمة في مجلس عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا مما لا يعنينا، وإنها لدماء كف الله أيدينا عنها، فيجب أن نكف عنها ألسنتنا. كان معن بن زائدة يفضل ابن أخيه يزيد بن مزيد الذي ولي اليمن وغيرها للرشيد على ابنه زائدة، فلامته أمه على ذلك، فقال: أنا أريك الفرق بينهما. ثم استدعى في هدء من الليل ابنه، فجاءه في غلالة ورداء،
مظهرا الكسل لإزعاجه من نومه، فضربه، ثم دعا ابن أخيه يزيد فجاءه مبادرا بدرعه وسائر سلاحه ورجاله، فقال معن ليس إلا خير. فقال يزيد: لما دعاني الأمير في هذا الوقت قلت لعله لحدث لا ألحق معه أن أرجع إلى الاستعداد. قال الثعالبي: دعاني أبو علي الصاغاني والي خراسان إلى مؤاكلته، فقلت: أيد الله الأمير، أنا سوقي لا أحسن مؤاكلة الأمراء. فقال: لتكن أظفارك مقلمة وكمك نظيفا ولقمتك صغيرة وأكلك مما يليك، واعتمد ألا تدسم الملح والخل، وكل مع من شئت. وقال أيضا: سمعت خوارزم شاه والي خوارزم لملوك بني ساسان يقول: همتي كتاب أنظر فيه، وحبيب أنظر إليه، وكريم أنظر له. فقلت له: والله الذي لا يحلف بأجل منه ما سمعت قط بأحسن من هذا الكلام في معناه. فقال: أخشى أن تحنث لأنك تنظر إلينا بعين الرضا. كان أبو جعفر الكرخي الوزير العباسي كثيرا ما يقول: العامل في أول سنة أعمى، وفي الثانية أعور، وفي الثالثة بصير. إياس بن معاوية الذي يضرب به المثل في الذكاء أخذه الحكم بن أيوب في ظنة الخوارج وأسمعه كلاما قبيحا، قال له فيه: إنك خارجي منافق. ثم طلب منه أن يأتيه بمن يكفله، فقال إياس: ما أحد أعرف منك بي فاكفلني. قال: وما علمي بك وأنا من أهل الشام وأنت من أهل العراق؟ قال له إياس: يا سبحان الله، ففيما هذه الشهادة منذ اليوم؟ فاستطرفه الحكم وجعل يضحك ثم خلى سبيله. عزل المهدي شريكا أن شريكا النخعي القاضي، فقام إليه رجل فقال: الحمد لله الذي عزلك، فقد كنت تطيل النشوة وتقبل الرشوة وتوطئ العشوة. فقام إليه رجل فخنقه فجعل يصيح: قتلني يا أبا عبد الله. فقال: لقد ذل من ليس له سفيه. قيل إن ابن أبي ليلى كان أول من ولي القضاء ببغداد، وأن المنصور أحضره ليوليه ذلك فامتنع إلى أن أكل عنده من طعام يليق بالملوك. فلما خرج قال المنصور لحاجبه الربيع: لقد أكل الشيخ عندنا أكلة ما أراه يفلح بعدها أبدا. فلما كان عشي ذلك اليوم راح ابن أبي ليلى إلى المنصور فقال: يا أمير المؤمنين، إني فكرت فيما عرضته علي من الحكم بين المسلمين فرأيت أنه لا يسعني خلافك. فقال المنصور: خار الله لنا ولك، وولاه القضاء. ثم قال للربيع: كيف رأيت حدثي في الشيخ؟ من مآسي المسلمين في الأندلس انشغال بعض ولاتهم باللهو وانغماسهم في الشراب. وقد ذكر عن أبي بكر بن إبراهيم بن تيفلويت الذي ولاه علي بن يوسف بن تاشفين على شرقي الأندلس أن أبا بكر بن باجة، وكان فيلسوفا وشاعرا وشاحا، ألقى على إحدى قينات ابن تيفلويت موشحة فيها: جرر الذي أيما جري وصل السكر منك بالسكر. فطرب الممدوح، ولما اختتمها بقوله وطرق سمعه في التلحين عقد الله راية النصر لأمير العلا أبي بكر، صاح واطرباه وشق ثيابه وقال: ما أحسن ما بدأت به وما ختمت. وحلف بالأيمان المغلظة
أن لا يمشي في طريق داره إلا على الذهب، فخاف الفيلسوف سوء العاقبة فاحتال بأن جعل ذهبا في نعله ومشى عليه. المقلق لابن الجوزي في الهامش. المقلق تأليف أبي الفرج بن الجوزي، حققه وعلق عليه مجدي فتح السيد، طنطا، دار الصحابة للتراث، 1411 هجرية، 130 صفحة. في هذا الكتاب حث على الخوف من الله تعالى والتحذير الشديد من عقابه. يقول المؤلف: معلوم أن الواعظ طبيب لأمراض الذنوب ومصلح لأمزجة القلوب، فإذا رأى يائسا مناه أو آمنا خوفه، فهو يقاوم الأمراض بأضدادها. وإني رأيت الأمن وقلة الخوف ومساكنة الطمع أمراضا قد استولت على النفوس، فعلمت أنه ما ركب من الأدوية التخويف، لأنه إذا حدث الساكن بما يوجب السكون كان كمبرود أعطي برودة. فجمعت في هذا الكتاب من الأحاديث المخوفات والمحذرات من السيئات والواصفات للعقوبات والحكايات المزعجات ما يقلق المطمئن ويقلقل الساكن ويلين القلب القاسي ويجري الدمع الجامد وينهض المتكاسل المتقاعد، والله الموفق. والمؤلف عالم علامة مشهور بعلمه وتصانيفه الغزيرة وعلو كعبه في الوعظ والإرشاد. توفي سنة 597 هجرية. انتهى الهامش. المقلق. قال معروف الكرخي: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه خذلان وحمق. عن عرف أن إبراهيم خليل الرحمن يسأل يوم القيامة في أبيه فلا يجاب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل في أمه فلم يقبل، فينبغي أن يكون على قلق. وإلى هذا المعنى أشار الحسن بقوله لما قيل له: نراك طويل البكاء، فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف تصنع بمجالسة أقوام يحدثوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: أيها الشيخ، والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال: ليتني كنت هذه التبنة، ليتني لم أخلق، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أكن شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا. قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: كنت جارا لعمر بن الخطاب، فما رأيت أحدا من الناس كان أفضل من عمر، إن ليله صلاة وإن نهاره صيام وفي حاجات الناس. فلما توفي عمر سألت الله عز وجل أن يرينيه في النوم، فرأيته مقبلا متشحا من سوق المدينة، فسلمت عليه وسلم علي، ثم قلت له: كيف أنت؟ قال: بخير. فقلت له: ما وجدت؟ قال: الآن حين فرغت من الحساب، ولقد كاد عرشي يهوي بي لولا أن وجدت ربا رحيما. قال عبد الرحمن بن مهدي: مات سفيان عندي، فلما اشتد به جعل يبكي، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أراك كثير الذنوب. فرفع شيئا من الأرض وقال: والله لذنوبي أهون عندي من ذا، إني أخاف أن أصلب الإيمان قبل أن أموت. وقال إبراهيم بن عيسى اليشكري: ما رأيت أحدا أطول حزنا من الحسن البصري،
وما رأيته قط إلا حسبته حديث عهد بمصيبة. وقال يزيد بن حوشب: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما. روى إبراهيم الحربي عن مصعب قال: سمعت أبي يقول: حضرت الوفاة رجلا من أهل المدينة خيرا فاضلا، فجزع جزعا شديدا، فقيل له: أتجزع من الموت هذا الجزع الشديد مع ما لك من الأعمال الصالحة؟ فقال: كيف لا أجزع، والله إن أمير المدينة يأتيني رسوله فأجزع، فكيف برسول رب العالمين؟ قال محمد بن صبيح: بلغنا أن الرجل إذا وضع في قبره فعذب أو أصابه بعض ما يكره، ناداه جيرانه من الموتى: أيها المخلف في الدنيا بعد إخوانه وجيرانه، أما كان لك فينا معتبر؟ أما كان لك في تقدمنا إياك فكرة؟ أما رأيت انقطاع أعمالنا عنا وأنت في المهلة؟ فهل استدركت ما فات إخوانك؟ قال عليه الصلاة والسلام: من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض جسدي فقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، واعدد نفسك في الموتى. رواه البخاري وغيره. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب من الخمر شربة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. قال: ولا أدري في الثالثة أو الرابعة. قال: فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. رواه أحمد وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. في الهامش: محقرات الذنوب صغارها. انتهى الهامش. وعن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. رواه الشيخان وغيرهما. وأخمص القدمين ما لا يصل إلى الأرض من باطنهما عند المشي، والمرجل قدر من نحاس، والقمقم إناء ضيق الرأس يسخن فيه الماء يكون من نحاس. وقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن من الناس من يقتل يوم القيامة 1,000 قتلة، ويقتص. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من الناس من يقتل يوم القيامة ويقطع ويقتص منه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: رحم الله عبدا اقترف فاعترف، ووجل فعمل، وحاذر فبادر، وعمر فاعتبر، وأجاب فأناب، وراجع فتاب، وتأهب للمعاد، وكفى بالجنة ثوابا، وكفى بالنار عقابا، وكفى بكتاب الله حجيجا. قال أبو بكر التيمي: بين سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أتي بحجر منقوش،
فطلب من يقرأه فأتي بوهب بن منبه فقرأه فإذا فيه: ابن آدم، إنك لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك ولرغبت في الزيادة من أملك ولقصرت من حرصك وحيلك، وإنما يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك وأسلمك أهلك وحشمك، فبان منك الولد الغريب ورفضك الوالد والنسيب، فلا أنت إلى دنياك عائد ولا في حسناتك زائد، فأمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة. نزهة الجلساء في أشعار النساء للسيوطي. في الهامش نزهة الجلساء في أشعار النساء جلال الدين السيوطي، دراسة والتحقيق والتعليق عبد اللطيف عاشور، القاهرة، مكتبة القرآن، 1406 هجرية، 100 صفحة. ترجم فيه المؤلف لأربعين شاعرة من شواعر العرب المولدات، وعرض لهن نماذج من أشعارهن مع ذكر طائفة مستملحة من أخبارهن إلى جانب نوادر بعض الجواري. وفي هذه المجموعة ألوان وفنون شعرية كالمدح والهجاء والغزل والشعر الغنائي بصفة عامة. ويذكر المؤلف أن هذا جزء لطيف في النساء الشاعرات المحدثات دون المتقدمات من العرب العرباء من الجاهلية والصحابيات والمخضرمات، فإن أولئك لا يحصين كثرة، بحيث أن ابن الطراح جمع كتابا في أخبار النساء الشواعر العربيات التي يستشهد بشعرهن في العربية، فجاءت في عدة مجلدات، رأيت منه المجلد السادس ليس بآخره. قلت: وقد عرضت نماذج قليلة منه مما يتوافق وديدن هذه السلسلة، وقد لا يرى القارئ ندرة هذا الكتاب، لكنه كذلك، فإن السيوطي بحر التصنيف والتأليف الذي تربع على مكتبة ضخمة ينقل منها ويصنف لم يستطع أن يجمع سوى هذا الجزء اللطيف للشاعرات المتقدمات الذي لم يتجاوز 80 صفحة بدون مقدمة التحقيق، ولو حذفت الهوامش ولم يضخم من حجم الحرف لما بلغ نصف عدد تلك الصفحات. انتهى الهامش. نزهة الجلساء في أشعار النساء. حفصة بنت الركوني أديبة شاعرة جميلة مشهورة بالحسب والمال من أهل غرناطة، قالت للملك الأعظم عبد المؤمن بن علي ارتجالا بين يديه: يا سيد الناس، يا من يؤمل الناس رفده، أمن علي بصك يكون للدهر عدة، تخط يمناك فيه والحمد لله وحده. وحفصة بنت حمدون من وادي الحجارة بالأندلس من أهل المئة الرابعة، قالت تذم عبيدها: يا رب، إني من عبيدي على جمر الغضى ما فيهم من نجيب، إما جهول أبله متعب أو فطن من كيد لا يجيب. صفية بنت عبد الرحمن بن محمد بن علي بن يعيش، قال ابن النجار: كانت واعظة أديبة فاضلة، أنشدتني لنفسها مجيزة لهذا البيت: إذا ما خلت أرض من أحبتي فلا سال واديها ولا خضر عودها. فقالت: ولا نطقت في الربع بعدك جارة يلذ بسمعي شدوها ونشيدها، وإني لأبكي الربع مذبان أهله وأنشد ليلات قضت من يعيدها. عائشة بنت أحمد القرطبية كانت حسنة الخط تكتب المصاحف، ماتت عذراء سنة 400 هجرية. قال أبو حيان في المقتبس: لم يكن في زماننا في حرائر الأندلس من يعدلها علما وفهما وأدبا وشعرا وفصاحة، تمدح ملوك الأندلس وتخاطبهم بما يعرض لها من حاجة. ومما مدحت به المظفر ابن منصور أبا عامر وبين يديه وله مرتجلة:
أراك الله فيه ما تريد، ولا برحت معاليه ولا برحت معاليه تزيد، فقد دلت مخايله على ما تؤمله وطالعه السعيد. وليدكم له رأي كشيخ، وشيخكم لدى حرب وليد. عائشة الإسكندرانية المعروفة بزهرة الأدب، كان مجلسها يعرف بالروض، قالت تخاطب من بعث إليها بشعر ذكر فيه أن قلبه من الحب يتقلب في جمر الغضا: إذا كان قلبك ذا صاحب فلا تبعثن بأسراره، فإني لأشفق من ناره على الروض أو بعض أزهاره. ومريم بنت أبي يعقوب القبضولي الشلبي أديبة شاعرة جزلة مشهورة، كانت تعلم النساء الأدب وتحتشم لدينها وفضلها، وعمرت عمرا طويلا، سكنت إشبيلية واشتهرت بها بعد 400 هجرية. ومن شعرها وقد كبرت: وما يرتجى من بنت 70 حجة و7 كنسج العنكبوت المهلهلي، تدب دبيب الطفل تسعى إلى العصا، وتمشي بها مشي الأسد المكبلي. نزهون بنت القلاعي الغرناطية من أهل 105 ذكرها الحجاري في المسهب، ووصفها بخفة الروح وانطباع النادر والحلاوة وحفظ الشعر والمعرفة بتصريف الأمثال، مع جمال فائق وحسن رائق. نظرت إلى رجل عليه غضارة صفراء وهو أشقر أزرق كبير البطن، فقالت: يا أستاذ، أصبحت اليوم مثل بقرة بني إسرائيل، ولكن لا تسر الناظرين. انتهى الوجه الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن، للشرواني. في الهامش: نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن، تأليف أحمد بن محمد الأنصاري اليمني الشرواني، القاهرة، مطبعة مصطفى الباب الحلبي، 1356 هجرية، 123 صفحة. يعرف المؤلف بكتابه في مقدمته فيقول: هذا المجموع اشتمل على ما تستلذ به الأسماع وتميل إليه الطباع من حكايات أنيقة معجبة، وأشعار رائقة مطربة، وغرائب حكم جواهرها غالية الأثمان، وأمثال عقود لآلئها مزرية بقلائد العقيان. انتخبتها من كتب لا يظفر بمخدرات مضامينها السنية إلا من عرف السبيل إليها وكان بارعا في الفنون الأدبية، ودواوين قد احتوت على من تسر به الخواطر وتقر برؤيته النواظر. فلو عاين ابن الورد ما تضمنه هذا الكتاب لحمر خجلا وقال: هذا هو العجب العجاب. ولو ذاق البهائي ثمرة من ثمرات أوراقه لود أن يملأ كشكوله منها ويتحف بها الأجلاء من رفاقه. ولعمري إنما فيه من اللؤلؤ المنظوم والدر المنثور حري بأن يهزأ بشذور الإبريز وقلائد النحور. وقد سبق التعريف بالمؤلف عند عرض كتابه حديقة الأفراح لإزاحة الأتراح، وهو أديب يماني سكن الحديدة وزبيد وغيرهما من جهات تهامة باليمن، ونزل كالكتة، توفي سنة 1253 هجرية. وقد جعل المؤلف كتابه هذا في 5 أبواب: الباب الأول في الحكايات، الباب الثاني مناظرة النرجس والوردة المسمات بالجوهر الفرد لأبي الحسن علي بن محمد المارديني، ومناظرة المنجم الطبيب المسمات منية اللبيب لمحمد مؤمن ابن الحاج محمد قاسم الجزائري. الباب الثالث يشتمل على مقاطع جيدة وقصائد رائقة انتخبها من الدواوين التي عثر عليها كما يقول، ومال لمحاسن أبياتها الآخذة بمجامع القلوب إليها. الباب الرابع ذكر فيه لامية الشيخ إسماعيل بن أبي بكر المقر الزبيدي، ولامية الصفدي، ولامية الطغراء المشهورة بلامية العجم، ولامية ابن الوردي. الباب الخامس ذكر فيه تغريد الصادح لابن حجة الحموي، وضروبا من الحكم والأمثال نظما ونثرا.
انتهى الهامش. نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن. قال الأصمئي: دخلت البادية وإذا أنا بعجوز بين يديها شاة مقتولة وإلى جانبها جرو ذئب، فقالت: أتدري ما هذا؟ فقلت: لا. قالت: هذا جرو ذئب أخذناه صغيرا وأدخلناه بيتنا وربيناه، فلما كبر فعل بشاة ما ترى. وأنشدت تقول: قتلت شويهتي وفجعت قومي، وأنت لشاتنا ابن ربيب، غذيت بدرها وغدرت فيها، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. حكى الأصمعي قال: بينما أنا أطوف حول الكعبة إذا برجل يحمل امرأة على قفاه وهو يطوف، فقال: هذه والدتي التي حملتني في بطنها 9 أشهر، أريد أن أؤدي حقها. فقلت له: ألا أدلك على ما تؤدي به حقها؟ فقال لي: وما هو؟ قلت: تزوجها. فقال: يا عدو الله، تستقبلني في أمي بمثل هذا؟ قال: فرفعت يدها فصفعت قفا ابنها وقالت: لما إذا قيل لك الحق تغضب؟ مر أبو علقمة ببعض طرق البصرة وهاجت به دابته مرة فسقط، فظن من رآه أنه مجنون، فأقبل رجل يعصر أصل أذنه ويؤذن فيها، فأفاق فنظر إلى الجماعة حوله فقال: ما لكم؟ تكأكأتم علي كتكأككم على ذي جنة، افرنقعوا عني. قال: فقال بعضهم لبعض: دعوه، فإن شيطانه يتكلم بالهندية. قيل: إن ملك الصين بلغه عن نقاش ماهر في النقش والتصوير في بلاد الروم، فأرسل إليه وأشخصه وأمره بعمل شيء مما يقدر عليه من النقش والتصوير ليعلقه بباب القصر على العادة، فنقش له في رقعة صورة سنبلة حنطة خضراء قائمة وعليها عصفور، وأتقن نقشه وهيئته حتى إذا نظره أحد لا يشك في أنه عصفور على سنبلة خضراء، ولا ينكر شيئا من ذلك غير النطق والحركة، فأعجب الملك ذلك وأمره بتعليقه، وبادر بإدرار الرزق عليه إلى انقضاء مدة التعليق. فمضت سنة إلا بعض أيام ولم يقدر أحد على إظهار عيب أو خلل فيه، فحضر شيخ حسن ونظر إلى المثال وقال: هذا فيه عيب. فأحضر إلى الملك وأحضر النقاش والمثال وقال: ما الذي فيه من العيب؟ فقال: الخلل في استقامة السنبلة، لأن في العرف أن العصفور إذا حط على سنبلة أمالها لثقل العصفور وضعف ساق السنبلة، ولو كانت السنبلة معوجة مائلة لكان ذلك نهاية في الوضع والحكمة. فوافق الملك على ذلك وسلم. قال المؤلف: رأيت في بعض التواريخ أن بعض الأعراب في البادية أصابته حمى في أيام القيض، فأتى الأبطح وقت الظهيرة فتعرى في شديد الحر، وطلى بدنه بزيت وجعل يتقلب في الشمس على الحصى وقال: سوف تعلمين يا حمى ما نزل بك وبمن ابتليت، عدلت عن الأمراء وأهل الثراء ونزلت بي. وما زال يتمرغ حتى عرق وذهبت حماه وقام. وسمع في اليوم الثاني قائل يقول: قد حمى الأمير بالأمس. فقال الأعرابي: أنا والله بعثتها إليه. ثم ولى هاربا. قيل إن بعض العلماء تخاصم مع زوجته فعزم على طلاقها، فقالت له: أذكر طول الصحبة. فقال: والله ما لك عندي ذنب سوى ذلك. قيل: دخل حسن بن الفضل على بعض الخلفاء وعنده كثير من أهل العلم، فأحب حسن أن يتكلم، فزجره الخليفة وقال: أصبي يتكلم في هذا المقام؟ فقال: يا أمير المؤمنين،
إن كنت صبيا فلست بأصغر من هدهد سليمان، ولا أنت أكبر من سليمان عليه السلام إذ قال: أحط بما لم تحط به. سورة النمل الآية 22. ثم قال: ألا ترى أن الله تعالى فهم الحكم لسليمان، ولو كان الأمر بالأكبر لكان داود أولى. نزل رجل من الأكالين بصومعة راهب، فقدم له 4 أرغفة وذهب ليحضر له عدسا، فحمله وجاء به فوجده أكل الخبز، فذهب وأتى إليه بالخبز فوجده أكل العدس، ففعل ذلك معه 10 مرات. فسأله الراهب: أين مقصدك؟ فقال: إلى الري. فقال له: لماذا قصدت؟ قال: بلغني أن بها طبيبا حاذقا أسأله عما يصلح مائدتي، فإني قليل الاشتهاء للطعام. فقال له الراهب: إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: إذا ذهبت وصلحت مائدتك فلا تجعل رجوعك إلي ثانيا. كان رجل له غلام فباعه وقال للمشتري: إني أبرأ إليك من كل عيب به إلا عيبا واحدا. قال: وما هو؟ قال: النميمة. قال: أنت بريء منه، فإني لا أقبل قوله في النميمة. فما لبث إلا قليلا حتى أتى السيد وقال: إن امرأتك تريد أن تقتلك وتتزوج غيرك. قال: وما يدريك؟ قال: عرفت ذلك، فتناوم عليها فإنه سيظهر لك صدق ما أقول. ثم أتى إلى المرأة وقال: إن زوجتي يريد أن يخلعك ويتزوج غيرك، فهل لك أن أرقيك فيرجع إليك حبه؟ قالت: نعم، ولك كذا وكذا. قال: ائتيني بثلاث شعرات من تحت حنكه. فلما دنت منه لتتناول الشعر قام إليها بالسيف ولم يشك فيما قاله الغلام فقتلها. وجاء إخوة المرأة فقتلوا الزوج، فذهب كلاهما بسوء صنيع عبدهما وقبولهما نميمته. فنعوذ بالله من النميمة، ونسأله الحماية منها ومن ذويها. دخل لص دار مالك بن دينار في الليل فطاف بها فلم يجد فيها شيئا، فلما هم بالخروج رفع مالك رأسه وقال: يا هذا، طلبت الدنيا فما وجدتها عندنا، فهل لك أن تقبل على الآخرة؟ فقال اللص: نعم. ثم تقدم إلى مالك فتاب على يديه، فلما طلع الفجر أخذه مالك ومضى به إلى المسجد. فلما رآه التلاميذ قالوا للشيخ: ما هذا الرجل؟ فقال: هذا لص جاء ليصيدنا فصدناه. اصطحب أسد وثعلب وذئب فخرجوا يصيدون، فصادوا حمارا وظبيا وأرنبا. فقال الأسد للذئب: اقسم بيننا صيدنا. فقال: الحمار لك، والأرنب للثعلب، والظبي لي. فخلبه الأسد فأخرج عينه. فقال الثعلب: قاتله الله ما أجهله بالقسمة. فقال الأسد: هات أنت يا أبا معاوية فاقسم. فقال: يا أبا الحارث، الأمر أوضح من ذلك، الحمار لغدائك والظبي لعشائك، وتخلل بالأرنب بين ذلك. فقال الأسد: قاتلك الله ما أقضاك، من أين تعلمت هذا؟ قال: من عين الذئب. قيل إن ملكا من ملوك الفرس كان سمينا مثقلا حتى إنه لا ينتفع بنفسه، فجمع الأطباء على أن يعالجوه من ذلك، فصار كلما عالجوه لا يزداد إلا شحما. فجيء إليه ببعض الحذاق من الأطباء فقال له: أنا أعالجك أيها الملك، ولكن أمهلني 3 أيام حتى أتأمل وأنظر إلى طالعك وما يوافقك من الأدوية. فلما مضت 3 أيام قال: أيها الملك، إني نظرت في طالعك فظهر لي أنه ما بقي من عمرك إلا 40 يوما، فإن لم تصدقني فاحبسني عندك لتقتص مني. فأمر الملك بحبسه، وأخذ في التأهب للموت، ورفع جميع الملاهي
وركبه الهم والغم واحتجب عن الناس، وصار كلما مضى يوم يزداد هما ويتناقص حاله. فلما مضت الأيام المذكورة طلب الحكيم وكلمه في ذلك، فقال له: إنما فعلت ذلك حيلة على ذهاب شحمك، وما رأيت لك دواء يفيدك إلا هذا الدواء. فخلع عليه خلعة سنية وأمر له بمال جزيل. قال بعض الحكماء: من قل صدقه قل صديقه. اجتاز ثلاثة من المغفلين بمنارة، فقال أحدهم: ما كان أطول البنائين في الزمن الأول حتى وصلوا إلى رأس هذه المنارة. فقال الثاني: يا أبله، كل أحد يبنيها ولكن يعملونها على وجه الأرض ثم يقيمونها. فقال الثالث: يا جهال، كانت هذه بئرا فانقلبت منارة. قال المؤلف: تقابلت برجل من العرب في بلدة كالكتة عام 1222 هجرية، اسمه جواد ساباط اللطفي بن إبراهيم ساباط الصاباطي، ثم اشتهر بعد ارتداده عن الملة المحمدية وعدوله عنها إلى الملة المسيحية بناء نائيل ساباط. فوجدته ظريفا يتحدث بالنوادر والغرائب ويروي المضحكات والعجائب، وله مصنفات في فنون شتى، وقد أخبرني بأسماء كتب منها القواعد الفركزية في الصرف والنحو بالفارسية، وربط الحمار في رد الاستعذار، ومقدمة العلوم في المنطق، والأنموذج الساباطي، والتحفة الباقشيرية في الصنائع والبدائع وشراب الصوفية، والسهام الساباطية، والوظائف الساباطية فيما أنشأه من الأدعية لنفسه، وضرغامة الرمل، والدهماكة الساباطية في الصرف والنحو بالهندية، وله رسائل كثيرة، وكتاب أنشأه بالعربية والفارسية يعجز عن حل مشكلاتهما أقرانه، والعجب العجاب من شعره ونظمه، من ذلك قوله: إليك فعيشي في وصالك أبذخ، وعين الحمية في الكؤوس تتخطخ، هجرت ولما تعلمي أي مهجة سلوت، فإن الرأي عنك مشندخ، وصاليت نيران الفراق وغربوا، ودرهمت في حوز المعالي ونوخوا، فدونك يا وطفى خليلا مناصحا، إذا أكهلوا شباب معن وشيخوا. وله أيضا: أيا من أصابت كل قلب سهامه، وصادت عقول العاقلين فخاخه، وأزعج أرباب الوداد وحيله، وضاق بأفكار القلوب مناخه. وله أيضا: دلس الديجور والأقرار طرش، ولنار الهجر في الأحشاء برش، بهشوا لخرباش عنه برخش، تصعوا عن دار ميا حين تشوا، وعبلوا الأحشاء لما عقلوا، وبدا للقلب بالتوطيش وطش، وغزال صادني لما سطى، ولنبل الوجد في الأحشاد طش، حبرش الطبع حبرقش له، جلجان الفيلسوفين حكش. قال أفلاطون: لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده، فإن الناس لا يسألون في كم فرغ، وإنما ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعته. كان الإمام الحسن البصري يقول: اللهم إن أنزلت بلاء فأنزل صبرا، ووهبت عافية فهب شكرا. قال خالد بن صفوان: لا تغتر بمن يميل إليك حتى تعرف إلة ميله، فإن كان لشيء من صفاتك الذاتية فارجو ثباته، وإن كان لشيء من أحوالك العارضة فلا تحفل به، فإنه يقيم معك بما قام ذلك الشيء وينصرف عنك بانصرافه. قيل لأبقراط: ما أهم الأشياء نفعا؟ قال: فقد الأشرار. في كتاب للفرس: إذا أردت أن تسأل فاسأل من كان في غنى ثم افتقر، فإن عز الغنى يبقى في قلبه 40 سنة، ولا تسأل من كان في فقر ثم استغنى، فإن ذل الفقر يبقى في قلبه 40 سنة. قال ابن المقفع: إذا حاججت فلا تغضب، فإن الغضب يقطع عنك الحجة ويظهر عليك الخصم.
وجد في كتاب لجعفر بن يحيى 4 أسطر مكتوبة بالذهب: الرزق مقسوم، الحريص محروم، البخيل مذموم، الحسود مغموم. قال لقمان لابنه: يا بني، ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان خليلا صالحا، فإنما مثل الخليل الصالح كمثل النخلة، إن قعدت في ظلها أظلتك، وإن احتطبت من حطبها نفعك، وإن أكلت من ثمرها وجدته طيبا. قال علي رضي الله عنه: الأدب حلي في الغنى، كنز عند الحاجة، عون على المروءة، صاحب في المجلس، مؤنس في الوحدة. ليس في 3 حيلة: فقر يخالطه كسل، وعداوة يداخلها حسد، ومرض يمازجه هرم. وقال آخر: 3 أشياء قليلها كثير: المرض والنار والعداوة. قال بعض الحكماء: اجتنب 7 خصال يسترح جسمك وقلبك، ويسلم دينك وعرضك. لا تحزن على ما فاتك، ولا تحمل على قلبك هم ما لم ينزل بك، ولا تلم الناس على ما فيك مثله، ولا تطلب الجزاء على ما لم تعمل، ولا تنظر بالشهوة إلى ما لا تملك، ولا تغضب على من لا يضره غضبك، ولا تمدح من يعلم من نفسه خلاف ذلك. المنية تضحك من الأمنية. قصص الأولين مواعظ الآخرين. استغن عن الناس يحتاج إليك، خفف طعامك تأمن أسقامك، كن ذنبا في الخير ولا تكن رأسا في الشر. من ضاق خلقه من له أهله. لا تقل إلا بما يطيب عنك نشره، ولا تفعل إلا ما يسطر لك أجره. لا تفني عمرك في المعاصي، وخذ حذرك من مالك النواصي. كاد العتاب يوجب البغضاء، لكل قادم دهشة. سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. لو كان في البوم خير ما فات الصياد. إذا غاب عنك أصله كان دلائله فعله. تراب العمل ولا زعفران البطالة. كثرة الخلوة بالنساء فساد للطباع والعقول. إذا كثرت الآراء خفي الصواب. من ساءت أخلاقه طاب فراقه. لا تركن إلى عدو إن شكر. قال لقمان لابنه: يا بني، إن القلوب مزارع، فازرع فيها طيب الكلام، فإن لم ينبت كله نبت بعضه. قال بعض الفضلاء: إذا جهلت فاسأل، وإذا زللت فارجع، وإذا أسأت فاندم، وإذا غضبت فاحلم. وقال حكيم: الدنيا عسل مشوب بسم، وفرح موصول بغم، فلا تغرنك زهرتها، ولا تفتننك زينتها، فإنها سلابة للنعم، أكالة للأمم. قال بعض الفضلاء: من لم تؤدبه الكرامة قومته الإهانة. قيل: إن رجلا أتى إلى بعض الحكماء فشكى إليه صديقه، وعزم على قطعه والانتقام منه. فقال له الحكيم: أتفهم ما أقول لك فأكلمك، أم يكفيك ما عندك في فورة الغضب التي تشغلك عني؟ فقال: إني لما تقول لوائن. فقال: أسرورك بمودته كان أطول أم غمك بذنبه؟ قال: بل سروري. قال: أفحسناته عندك أكثر أم سيئاته؟ قال: بل حسناته. قال: فاصفح بصالح أيامك معه عن ذنبه، وهب لسرورك به جرمه، واطرح مؤنة الغضب والانتقام للود الذي كان بينكما من سالف الأيام. طوبى لمن كان بصره في قلبه، والويل لمن كان قلبه في بصره. قيل لبعض العباد: ما أصبرك على الوحدة؟ فقال: أنا جليس الرب، إن شئت أن يناجيني قرأت كتابه، وإن شئت أن أناجيه صليت له. قال حكيم: من أكثر النوم لم يجد في عمره بركة، ومن أكثر الأكل لم يجد لذة العبادة. ليس العجب من جاهل يصحب جاهلا، إنما العجب من عاقل جفى عاقلا. لله در القائل: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. قال سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز: كيف ترى ما نحن فيه؟ قال: سرور لولا أنه غرور، وملك لولا أنه هلك، ونعيم لولا أنه عديم، ومحمود لولا أنه مفقود. إذا كانت الأشياء
غير دائمة، ففيما السرور بها؟ قال المنصور لبعض أولاده: خذ عني اثنين، لا تقل بغير فكر ولا تعمل بغير تدبير، أي تخطيط. قال بعضهم: إن كنت منبسطا سميت مسخرة، أو كنت منقبضا قالوا به ثقل، قالوا به ثقل، وإن تواصلهم قالوا به طمع، وإن تفارقهم قالوا به ملل. وقال آخر: عرضت على الخباز نحو المبرد، وكتبا حسانا للخليل بن أحمد، ورؤيا بن سيرين وخط بن مقلة، وتوحيد جهمان وفقه محمد، وناشدته شعر الكميت وجرولي، وبغنة لحن للقريض بن معبدي، فلم يغن عني كل ما قد ذكرته سوى درهم ناولته كان في يدي. وقال القائل: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. ولبعضهم في المعنى: رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. ولآخر مثله: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. وقال غيره: أكرم طبيبك إن أردت دواءه، وكذا المعلم إن أردت تعلما، إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. وقال نشوان بن سعيد: قال الطبيب لقومي حين جس يدي: هذا فتاكم ورب البيت مسحور، فقلت: ويحك، قد قاربت في صفتي عين الصواب، فهل لا قلت مهجور. ولله در القائل: ثلاث من الدنيا إذا ما تحصلت لشخص فلا يخشى من الضر والضير: غنى عن بنيها، والسلامة منهم، وصحة جسم، ثم خاتمة الخير. نور الطرف ونور الظرف للحصري. في الهامش: نور الطرف ونور الظرف كتاب النورين لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني، تحقيق ودراسة لينا عبد القدوس أبو صالح، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1416 هجرية، 455 صفحة. يتمم هذا الكتاب في مادته الأدبية كتاب زهر الآداب وثمر الألباب للمؤلف، الذي سبق عرضه وذيله، فيشكلان معا تراثا أدبيا جما لمشاهير أدباء المشرق في القرنين الثالث والرابع الهجريين، كما تقول المحققة. وتذكر أنهما يضاهيان في الأهمية وغزارة المادة المشرقية الكتابين المشهورين في المغرب والأندلس، وهما العقد الفريد لابن عبد ربه، والأمال لأبي علي القالي. ويصف المؤلف كتابه بأن فيه غرائب العجائب وطرائف اللطائف وجواهر النوادر. قال: وقرنت الفصول بالأصول، وضممت الأشعار إلى الأخبار، ووشحتهما بالمستند بالمستندر والمختار من كلام ملوك النظم والنثر من أفراد أهل العصر الذين قهروا السابقين وبهروا اللاحقين بكريم عنصر البلاغة وصميم جواهر البراعة والتهاب الإبريز في إغراب التطريز، والنفوس قد طبعت على استطراف ما سمعت مما لم يتكرر فيتكدر، ويتوالى على الأسماء فتمجه الطباع، وتكثر روايته فتمل حكايته. وسبق التعريف بالمؤلف عند عرض كتابه المذكور، ووفاته في القرن الخامس الهجري، 453 هجرية. انتهى الهامش. نواد نور الطرف ونور الظرف. قال الجاحظ يصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم: استعمل التوسط وهجر الغريب، ورغب عن الهجين، فلم ينطق إلا عن حكمة، ولم يأتي إلا بكلام حف بالعصمة وسدد بالتأييد، وهو الكلام الذي ألقى الله عز وجل عليه المحبة وغشاه بالقبول، وجمع له بين المهابة والجلالة والإفهام وقلة عدد الحروف مع قلة حاجة السامع إلى معاودته، فلم تسقط له كلمة ولا بارت له حجة، ولم يقل له خصم إلا أفحمه. خطيب بذ الناطقين وحاز قصب السابقين، لم يلتمس إسكات الخصم بما لا يعرفه الخصم، ولم يحتج إلا بالصدق، ولم يطلب الفلج إلا بالحق، لا يلمز ولا يهمز، ولا يبطئ ولا يعجل، ولا يسهب ولا يحصر،
فلا يسمع الناس كلاما أعم نفعا ولا أقصد لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح عن معناه ولا أبين عن فحواه من كلامه صلى الله عليه وسلم. في الهامش: الهجنة من الكلام ما يعيبه ويريد غير فصيح. بارت بطلت لضعفها، بذ غلب وسبق، الفلج الغلبة والظفر، اللمز العيب، والهمز الغمز والغيبة. يحصر من الحصر وهو العي، أقصد لفظا أي أوجز وأقل. انتهى الهامش. قال ابن الرومي: دهر على قدر الوضيء به، وغدا الرفيع يهينه شرفه، كالبحر يرسب فيه لؤلؤه سفلا وتطفو فوقه جيفه. وقال: قالت على الناس إلا أنت قلت لها، كذاك يسفل في الميزان ما رجح. قال مالك بن طوق أمير دمشق للمتوكل لكلثوم بن عمرو العتابي: يا أبا عمرو، رأيتك كلمت فلانا فأقللت كلامك. قال: نعم، كانت معي حيرة الداخل وفكرة صاحب الحاجة وذل المسألة وخوف الرد وشدة الطمع. وقال يحيى بن خالد البرمكي وزير الرشيد للعتابي، وكان لا يبالي أي ثوبيه لبس، وقد رأى عليه بزة دنيئة: يا أبا عمرو، ما لك لا تجيد الملبوس؟ فقال: إنما يرفع المرء أدبه وعقله، لا حليه وحلله. لحى الله امرأ يرضى أن يرفعه هيئتاه، جماله وماله، لا والله حتى يشرفه أصاراه، لسانه وقلبه، ويعلو به أكبراه، همته ولبه. قال الأصمعي: قال لي الرشيد: هل تعرف كلمات جامعات لمكارم الأخلاق يقل لفظها ويسهل حفظها، تكون لأغراضها لفقا، لمقاصدها وفقا، تشرح المستبهم وتوضح المستعجم؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. دخل أكثم بن صيفي حكيم العرب على بعض ملوكها فقال: إني سائلك عن أشياء ما تزال بصدري معتلجة، وما تزال الشكوك عليها والجة، فأنبئني عنها بما عندك منها. فقال أكثم: أبيت اللعن؟ سألت خبيرا واستنبأت بصيرا، والجواب يشفعه الصواب، فسل عما بدا لك. قال: ما السؤدد؟ قال: اصطناع العشيرة واحتمال الجريرة. قال: فما الشرف؟ قال: كف الأذى وبذل الندى. قال: فما المجد؟ قال: حمل المغارم وابتناء المكارم. قال: فما الكرم؟ قال: صدق الإخاء في الشدة والرخاء. قال: فما العز؟ قال: شدة العضد وكثرة العدد. قال: فما السماحة؟ قال: بذل النائل وإجابة السائل. قال: فما الغنى؟ قال: الرضا بما يكفي وقلة التمني. قال: فما الرأي؟ قال: لب تعينه تجربة. قال له الملك: أوريت زناد بصيرتي وأذكيت نار خبرتي، فاحتكم. قال: بكل كلمة هجمة من الإبل، هي ما بين 70 إلى 100. قال: هي لك. قال الأصمعي: فقال لي الرشيد: ولك عندنا بكل كلمة بدرة، والبدرة كيس فيه 1,000 أو 10,000 درهم. قال: فانصرفت ب80,000 درهم. قال بعضهم: لا يئسنك من عثمان حدته، وإن تطاير من أنيابه الشرر، فإن حدته والله يكلأه، كالبرق والرعد يأتي بعده المطر. وقال ابن وكيع أبو محمد الحسن بن علي: امزح بمقدار الطلاقة واجتنب مزحا تضاف به إلى سوء الأدب، لا تغضبن أخاك إن مازحته، إن المزاح على مقدمة الغضب. قالوا فيما لا يعجبهم من المغنين: يغني فيتعب ولا يطرب، إذا غنى عنا وإن أدى آذى، يميط الطرب ويحيي الكرب، ضربه يوجب ضربه. من عجائب غنائه أنه يولد الشتاء في الصيف ولا يقدر على سماعه الضيف. قال الشاعر أبو الفتح علي بن محمد البستي: وقد يلبس المرء خز الثياب، ومن تحتها حالة مضنية، كمن يكتسي خده حمرة وعلتها ورم في الرية.
قال أعرابي: دخلت بغداد فرأيت بها عيونا دعجة وحواجب زجة يسحبن الثياب ويسلبن الألباب. قال أعرابي في امرأة ودعها: والله ما رأيت دمعة ترقرق من عين بإثمد على ديباجة خد أحسن من عبرة أمطرتها عينها فأعشب لها قلبي. قال محمد بن مخلد الكاتب: لزمت أبا الحسن علي بن محمد بن الفرات وزير المقتدر أغدو وأروح إلى بابه لا أحظى بطائل ولا أصل إلى تصريف ولا نائل حتى برمت نفسي، فرأيت هاتفا في المنام يقول لي: يا أيها المكثر في المطالب أهجر تصاريف المنى الكواذب، إذا أتى وقت القضاء الغالب بادرت الحاجات كف الطالب. فتركت المصير إليه، فلم يمض إلا أسبوع حتى تقلد أبو محمد حامد بن العباس الوزارة، فتابت نفسي وثابت حالي. أنشد القاضي إسماعيل بن إسحاق لسعيد بن حميد الكاتب: لا تعتبن على النوائب فالدهر يرغم كل عاتب، واصبر على حدثانه إن الأمور لها عواقب، ولكل صافية قذا ولكل خالصة شوائب، والدهر أولى ما صبرت له على رنق المشارب، كم فرحة مطوية لك بين أثناء النوائب، ومسرة قد أقبلت من حيث تنتظر المصائب. في الهامش: الرنق الكدر. انتهى الهامش. قال القاضي: ما أرض لي هم فادح فذكرت هذه الأبيات إلا رجوت من روح الله عز وجل من الفرج ما يفك عقالي وينعم بالي، ثم تزول عاقبة ما أحذره إلى فاتحة ما أؤثره. قصد أعرابي من بني كلاب رجلا منهم يكنى أبا معاذ، فسئل عنه بعد انصرافه فقال: لقد رأيت أبا معاذ خير ملاذ، ولذت منه بأكرم معاذ، وأحمدت بلقائه عاقبة الإغذاذ. في الهامش: الإغذاذ السير السريع. انتهى الهامش. وبه ينتهي كتاب دكانة الكتب، رحلة إلى جزر التراث، قرأه مؤلفه نفسه. انتهى التسجيل يوم السبت في الأول من شهر المحرم سنة 20 بعد 400 والألف، والحمد لله وحده.